أكيد. شوفي أي مرحلة من المراحل اللي أنا دست منها تعلمت فيها بزاف، خاصة قبل ستوديو دوزيم كان نجوم ونجوم، من بعدها ستوديو دوزيم، بعدها نجم الخليج. فهذه المراحل كلها كانت بالنسبة لي شي حاجة كبيرة، استفدت منها، تعلمت منها. ولو أنها في ستوديو دوزيم كان شوية يعني كانت في هذاك المرحلة شوية أنا بعت الحكم أنني تعرضت شوية للظلم من حتى الناس اللي شافوا هذا الموضوع، ولكن الحمد لله كل مرحلة لها شي حاجة زوينة ديالها. هو السؤال ديال أنني ما واخداش حقي في المغرب، هذا السؤال أنا يعني كيضرني بزاف ما كيعجبنيش نسأله، حيت أنا كنحاول دائما نكون موجودة، كنحاول دائما نكون في بلادي، كنحاول ندير أعمال، ولكن ما كاينين شي حوايج اللي حنايا فوق منا، كتجي مع الوقت. فإلا جات مع الوقت داك ساعة راه كتفرض نفسها كما كنقولوا حنايا بالمغربيه بزز علينا. الجديد ديالي عندي البوم اللي هو كيضم اغاني متنوعه، الوان متنوعه، مثل الخليجي، العراقي، المغربي، المغاربي، المصري، وتصوروا منه ثلاثه ديال الاغاني، وان شاء الله الرابعه قريبا ان شاء الله تصور. شي حاجه زوينه انه حنايا في بلادنا تكون عندنا دار اوبرا، اللي كيتشوفي اي فنان كيتمنى انه يغني في هذاك المكان، حيت غير حتى الجمهور اللي كيسمع لك جمهور سميع، ما خصكش تغلط، ما خصكش تزيد، ما خصكش تلحن من راسك، يعني جمهور صعب 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 جدا. ما عنديش مشكل نهائيا انني ندير ديو مع فنان او فنانه، يعني مش غير فنان، فنانة حتى، علاش لا تكون فنانة من الجيل ديالي ونغني وأغاني. بالعكس بالعكس، لا لا لا، ماشي بالضرورة تكون طربية، لأن أنا مش غير الطرب اللي كنغني، كنغني أي شوفي أي لون زوين، موسيقى زوينة، فن زوين، المهم يكون الموضوع هو المهم، ماشي المهم هي الموسيقى. أكيد راك تطور من وقت لوقت. ما تنساش تابونا فلاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.